في المجالية الفلاحية وضمن إطار مخطط المغرب الأخضر، عرفت منطقة بن سليمان مؤخرا تحويل بعض الأراضي الفلاحية من زراعة الحبوب إلى التين الذي يعد استثمارا بمردود جيد، وهو ما جعل مساحة أشجار التين في بلادنا تفوق 50,000 هكتار، وهو ما يعادل 5% من إجمالي مساحة الأشجار المثمرة. روبورتاج فتح أشهب وعثمان ميركاتو. بدافع روح الاستثمار وفي ظرف 3 سنوات فقط استطاع ميلودي فلاح بدوار ولاد الجلال بإقليم بن سليمان تحويل ما يزيد عن 80% من أراضيه من زراعة للحبوب إلى زراعة التين والفواكه، والهدف استثمار بمردودية وإنتاج جيد. جيت للاتجاه هذا لأنه بغينا نحسنوا شوية المردودية، وهادشي ديال الأشجار أحسن من الحبوب، لأن الحبوب هنا من يكون العام مزيان ما كتوفرش 30 قنطار 35 في القطار، هذا كيعطيك 20 طن في القطار، لا ما بين الرمان ولا الكرموس. مشروع من بين مشاريع أخرى يدخل في إطار مخطط المغرب الأخضر، استفاد ميلودي خلاله بعدة إعانات ومواكبة شملت مختلف سلاسل الإنتاج. في إطار صندوق التنمية الفلاحية، بحيث أنه استفد من واحد الدعم ديال الأشجار المثمرة بحصة 1,000 درهم للهكتار، وفيما يخص التنقيط السقي بالتنقيط فإنه استفد بواحد الحصة ديال 80%. المهام ديالنا هو يعني مواكبة ديال هذه المشاريع من الانزال ديالو حتى لاخر النقطه ديالو، كذلك مثلا كذلك استمراريه، ضمان استمراريه ديال هذا المشروع. والنقطه الاخيره اللي هي خلق وحده ديال التثمين ديال المنتوج من اجل ضمان واحد المنتوج اللي كيحمل صفات ومعايير ديال السلامه الصحيه. ضيعة أصبحت بفضل مردوديتها نموذجا يحتذى به في المنطقة، حيث تعدى عدد الفلاحين الذين حدوا حدوة 10.